منذ اجتياح الحوثيين محافظة الحديدة عام 2014 عانت المحافظة من انتهاكات وجرائم ارتكبوها وفق ما وثقته منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان. فهذه الميليشيات تعمدت استخدام المدنيين دروعا بشرية خلال المواجهات مع القوات الحكومية، بل وتحصنت داخل المساجد والأحياء السكنية. جريمة أخرى ارتكبها الحوثيون في الحديدة وهي قصف الأحياء السكنية واستهدافها بالمدفعية. ومؤخرا رصدت قوات التحالف دبابة تابعة للحوثيين وهي تقصف مباني سكنية شمال غرب مطار الحديدة. واتهمت منظمة حقوقية الحوثيين بحرمان سكان الحديدة من المساعدات الإنسانية ووضع العراقيل أمام عمليات الإغاثة. وعقب سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة تسبب احتجازهم عشرات من سفن المساعدات في تفاقم الأزمات الإنسانية في اليمن. منظمة هود وهي الأنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن رصدت العام الماضي حملات اعتقال عشوائية طالت أكثر من 2400 شخص وجرائم تعذيب. كما رصدت المنظمة تفجير ما يقرب من 100 منزل في الحديدة ونهب محتوياتها على يد الميليشيات الحوثية. ولم يستهدف الحوثيون المدنيين، بل تعرض الصحفيون والناشطون لعمليات خطف واعتقال في سجون سرية في انتهاكات قالت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إنها تشكل تكميما للأفواه.